هقاطع حضرتك اتفضل. معلش عشان معانا مداخله مهمه. اتفضل. بعد كده نستفيد في حديثنا. نروح سريعا للاستاذ قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي. يا استاذ قيس اهلا بيك. مساء النور، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مشاهدينا. تونس اخبارها ايه؟ بنحب تونس برشا في الحقيقه يعني. حتى احنا بنحب مصر برشا. احنا بلاد واحده تونس ومصر. طبعا طبعا اكيد دايما. يعني عايزين نسأل حضرتك بخصوص ميعاد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وفي أنباء ترددت خلال الساعات السابقة إن النجم بيرغبوا أو نادي النجم بيرغب في تحديد ميعاد آخر بدل يوم 29 يبقى يوم 30، حقيقة الموضوع ده إيه؟ أي هو تقدم النجم بمطلب رسمي للاتحاد الأفريقي باش نأجل المقابلة 24 ساعة. على خاطر عنا مقابلة مع الاتحاد الإنجليزي نهار 25 نوفمبر، طلبنا تأجيل المقابلة 24 ساعة، استنوا في الرد من الاتحاد الافريقي. وشفنا الاهلي زاد معناتها عنده مقابلة زاد نهار 25 كيف كيف، والاستاذ سيد عبد الحفيظ كان فرح بكون النادي الاهلي ما يراش مانع باش يأجل المباراة 24 ساعة. يعني تواصلتوا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سيد عبد الحفيظ وافق. احنا ما حكيناش، اما هو كيف سمعها وافق معناها. قال ما عندناش حتى مشكل معناها. تمام كويس. فانتوا في انتظار موافقه الاتحاد الافريقي صح كده؟ احنا في انتظار رد من الاتحاد الافريقي. طيب الاسباب ان انتوا عايزين تاجلوا المباراه 24 ساعه اسباب بخصوص ايه يعني؟ كما قلت لك احنا باش نجيبوا مقابله نهار 25، يعني باش ناخذوا نهار زايد باش اللاعبات تنجم ترجع يعني اللياقه نتاعها. طيب الملعب بشكل نهائي هيكون رادس صح مش الطيب المهيري؟ لان برضو بعض الاخبار خرجت ان النجم بيرغب في تغيير الملعب بدل رادس يبقى ملعب الطيب المهيري. لا لا لا، ملعب مش يكون ملعب رادس، الملعب مش يكون ملعب رادس. طيب عايز اسال فيما يتعلق بموضوع عدم ترشح بعض الاسماء لرئاسه نادي النجم الساحلي وبعض المشاكل الاداريه اللي بنسمع عنها بخصوص النادي، هل ده ممكن يؤثر بشكل او باخر على الفريق واخر التطورات بخصوص موضوع رئاسه نادي النجم الساحلي يعني؟ والله هو البارح كان اخر اجل لتقديم ترشحات لرئاسه النادي، ما تحط قائمه يعني. اليوم اجلنا الجلسه العامه باش نعلنوا على جلسه عامه في الايام القادمه. بالنسبه للمشاكل ممكن باش تاثر، طبيعه تاثر خاطر تعرف اللي اذا الفريق فيه مشاكل اداريه هذا باش يحاول تاثرها. ما احنا قايمين بمجهوداتنا باش نحيطوا باللاعبين وبالاطار الفني باش الوضع هذا ما ياثرش على المردود نتاع اللاعبين في المقابله. وتعرف ان النجم فريق كبير والحمد لله اللاعبين نتاعنا لاعبين اصحاب خبره ويعرفوا يتجاوزوا الصعوبات هذه باذن الله. طيب عايز اتكلم فيما يتعلق ببعض اللاعبين اللي ممكن يشاركوا في مباراه الاهلي بعد غياب من بسبب الاصابه، يعني مثلا محمد الامين بن عمر، سليماني كولوبالي، موقفهم ايه؟ هل هيقدروا يلحقوا مباراه الاهلي ولا الموضوع لسه مش اكيد يعني؟ بالنسبه لمحمد امين بن عمر نتصور ينجم يلعب على خاطر خذا الدور الاخضر من الاطار الطبي باش يلتحق بالتمارين بصفه عاديه. انت والجاهزيه نتاعو اذا هو يكون جاهز على المستوى البدني ينجم يشارك في المباراه. وبالنسبه لكوليبالي انت تعرف اللي فما فتره انتقال في تونس تبدا من نهار 1 ديسمبر. احنا طلبنا من الاتحاد التونسي باش يعمل استثناء علشان الاتحاد الافريقي سمح لنا باش نضيفوا لاعيبه في القائمه الافريقيه قبل الخوض في دور المجموعات. مازلنا نستناو في الاجابه من الدوري من الاتحاد التونسي على خاطر اللاعب لازم يكون مأهل في تونس باش نجموا نأهلوا على المستوى الافريقي. طبعا اكيد. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي النجم الساحلي. اذا المباراه بنسبة كبيرة جدا طبقا للمعطيات وطبقا لتصريحات الأستاذ قيس إن المباراة هتكون يوم 30 في انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي.